അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹ്. സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ 6-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ ഓതാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും മുസ്ഹഫ് എടുക്കുക, കൈ വെക്കുക, കൂടെ ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു ക്ലാസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا طهروا وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم
على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم نسألك توفيقنا الغتيه.